رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومستمرين معكم دائما وبرنامجكم الحل بين يديك. وبغيت الحل مع الاستاذ سعيد النووي، استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول، محامي بهيئه الدائره البيضاء، مقبول لدى محكمه النقد. مرحبا بك سيدي سعيد. شكرا لسكينه، اش اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. كدير مع هذا الجو والتقلبات الجويه؟ ايوا احنا يعني الحمد لله كنتضبطوا مع كاع الاجواء، دونك وان كان يعني كما قلت سابقا نسال الله تعالى أن يرحم هذه الأمة بمطر يعني يكون صبيبا يعني إن شاء الله تعالى مباركا يا رب. وإن شاء الله تعالى يبارك لجميع الفلاحين، لأنني صدمت أنني كانت عندي زيارة معينة لواحد المنطقة معينة، دونك الطريق ديال الكلية كنمشي من واحد الطريق معينة، ويعني والارض يعني قاحله، الناس كيتسناو المطر. نسال الله تعالى يعني سائنا العز وجل انه يمطر يسقينا يا رب رحمتي على هذه الامه هذه. امين يا رب. تبارك الله عليك استاذ سعيد. اكيد احنا غادي نواصلوا لقائنا معك اليوم دائما باسئله المستمعين. مشكور دائما على مجهودك اللي كتقوم به. مرحبا. لا لا يخطيك. ومباشره بطبيعه الحال غادي نتجهوا لاسئله المستمعين. بغيت الحل. غادي نبداو بسؤال المستمعة ديال البارح اللي كانت من مدريد، من مدريد وعندها مشكل ديال بيع قارن بالمغرب. نعم. إذا كما وعدتينا أستاذ غتجيب التفصيل اليوم. نعم، المعلومات اللي مهمه يعني في ملي تيقدم الشخص معين على بيع عقار معين، طبيعه الحال كيتوجه عند نوتير وعند محامي وعند اي شخص اللي يكون مؤهل لكتابه العقود. فملي تيمشي عند الموثق بطبيعه الحال انه الموثق كيطلب منه جوج الاشياء. كيطلب منه اولا تكون عنده شهاده ملكيه بانه هو المالك الحالي ديال العقار، وثانيا انه تكون الشهاده ديال التملك، يعني لو كونطرا داكيزيسيون، يعني كيفاش انه تملك هذا العقار اللي باغي يبيعه. من ثم كتبدا المرحله ديال الدور ديال الموثق، انه تقوم مجموعه من التحريات، منها انه يشوف واش فعلا هذه المعلومات اللي تم تقديمها من طرف البائع انها صحيحه، كذلك انه كيبحث واش انه كاين شي حجوزات على العقار، واش كاين شي رهون، واش كاين تسقيدات، المهم كيشوف حاله العقار كلها المراد بيعه. بطبيعه الحال انه كيكون كاين حلين، كيكون اتفاق سابق بين البائع والمشتري انهم تيديروا مخالصه مباشره بيناتهم، ماشي بالضروره يوضعوها عند الموثق، او انهم تيتم الايداع داك المبلغ لزياده في في في, في التوثيق بين قوسين، لزياده في الطمئنان، لزياده في يعني في وجود ادله معينه في حاله انكار البائع بانه تسلم المبلغ او غير ذلك، فتيتم ايداع هذا المبلغ بين يدي الموثق او بين يدي شخص اللي مؤهل يعني لايداع هذا المبلغ بين يديه. من ثم مباشرة طبعا كيقوم بالإجراءات كلها، من تصريح بهذا البيع إلى غير ذلك، أداء الضرائب إلى غير ذلك. فهذه العملية كلها ممكن أنها بين يقدر يقوم بها الموثق بين 15 يوم وشهر، يعني أقصى مدة ممكن يقوم بها زعما كأنه لا قام يعني بتحريات فوق وجيز وعنده مساعدي لا يقوم به أو يقوم شخصيا بهذا العمل هذه، فربما أنه في مدة وجيزة بين 15 يوم أن يقدروا يقوم بهذه العملية. فمباشرة من التي يعني إما أنه تقوم هو بخصم ذاك المبلغ اللي خصو يؤدي، كيشوف واش أنه مثلا الشخص معفى، لأننا كنت تكلمنا سابقا عن فصل 63 مدونة ديال العمل الضرائب، أنه في حالة أنه الشخص كان كيتملك هذا العقار لواحد 6 سنوات، فيكون يعفى بعد إثبات بأنه فعلا هنا كاين السكن الرئيسي ويثبت مجموعة الوثائق اللي كنا تكلمنا عليهم سابقا، وبالتالي أنه يكون يعفى من ضريبة يعني التبي من الضريبة على المرابحة يعني يعني لا تاكس دو بروفي سور ليمولي. دونك ملي تي 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 اما انه تعطي الفلوس وتاخذ بالشيك ديال الموثق تمشي ادي هذاك المبلغ، لانه هذو من الالتزامات الاساسيه ديال الموثق. في حاله عدم الاداء تيكون متضامن مع يعني الموكل ديالو اللي هو البائع في عدم اداء هذاك يعني الرسوم المستحقه عن بيع داك العقار. وبطبيعه الحال ان الموثق عنده واحد الباغيم دو يعني كوفيسيون اللي تي عنده الباغيم باش انه تحسب هذاك المبلغ بالضبط اللي خصو يتادى. فضروري هذه العمليه اللي مهمه جدا تيقوم بها الموثق باش انه تيادي داك المبلغ المستحق، ومن بعد انه ما يقوم يعني بتسجيل العقد الى غير ذلك تيسلم نسخه يعني البائع والنسخه المشتري على اساس بانه راه تم البيع.
نعم. دونك هذه هي الاجراءات كلها اللي ممكن انها فبالتالي الاشخاص اللي يقدر انه بحال السيده انها تعطل عليها البيع او غير ذلك كان ممكن تخسر الاختيار الاخر انها تاخذ فلوس مباشره من عند المشتري او من عند يعني اللي غيشري من عندها وبالتالي انها غتكون عفات الموثق او انها يعني من اللي غتعطيه داك المبلغ المستحق وداك الشيء وداك المبالغ اللي بقات يعني واش عندها الحق انها تاخذ المبالغ تاخذ المبالغ ولكن تبقى واحد المبلغ محصور الى اداء هذيك يعني الضرائب اللي قلنا الموثق ملزم ضروري يكون ملزم نعم ملزم باش انه حيت زياده في التوثيق هي زياده في الاطمئنان لانه النوتير سيكوريز يعني يؤمن العقد يعني بطبيعه الحال انه عنده تكوين معين عنده ثقافه معينه عنده يعني كفاءه معينه والقانون عطاه هذا التوثيق ديال هذه العقود وبالتالي انه ما كيحتاج يمشي للمحكمه بحال المحامي مثلا واخا تيوثق هذه العقود وكتكتبها وتحررها ولكن خصو يمشي يصادق عليها في المحكمه كل عقود ناقل الملكيه الا خصو يصادق عليها في المحكمه بغيت خلاف مثلا الموثق لا كيكون عنده الامكانيه انه يوثق مباشره يعني وعنده سجل خاص كذلك انه كيوثق في جميع العمليات اللي كيقوم بها. نعم ناخذ معنا مكالمه معنا سي جلالي من سطات. مرحبا بك سيدي. بارك الله فيك اختي كديرين بخير. الحمد لله الله يطول لي عمرك. بارك فيك اختي كنشكركم على البرنامج. مرحبا سيدي جلالي تفضل. انا اختي بغيت نستاجر مع الدكتور اللي يخليك. مرحبا. عندنا واحد المشكل ديال واحد الارض ديال الوالده. اييه دابا هما يا ورثه ودابا يا ملي مات المرحوم لي جدي الله يرحمه هو كان بيع لواحد السيد. نعم. ودابا داك السيد شاري واحد القطعه ديال البلاد مكتوبه كاتبه لي جدي ملكيه والقوم دخل شي حاجه ديال اخرى زوير. ودابا يا المده ديال دابا شي 9 سنين دابا بقى كيتشارعوا معاه عليه وباقي حتى شي حاجه ما العقد اللي كتب معاه الجد ديالك الله يرحمه واش حدد القطعه بالضبط اللي باع ليه؟ محدد القطعه حدد المساحه كذلك محدد ايوا غادي تشوفوا شي عبار غتشوفوا عبار كيقولوا المترو ريك العبار والعبار كاين هذاك العبار اللي تيعبر الارض غادي تجيبوه باش يحسب ليه بالضبط المساحه اللي كاينه في هذاك العقد وبهذيك الوثيقه اللي غادي يعطيكم هذاك العبار الا كان عنده مثلا يعني مؤهل يعني عنده يعني شهاده كذا او رخصه انه تقوم بهذه العمليه هذه راه كيعطيكم واحد الشهاده اللي غتساعدكم حتى في القضاء لانه القادم اللي غيشوف مثلا المساحه المعبوره والمحدده هي اللي كاينه في العقد غادي يعطي يقول لي ها المساحه اللي خصك تاخذ انت وما باقي خصك تردوا لمواليهم حتى هو مدخل دابا شي حاجه مدخلها زوين هي شي اللي قلت لك انا الى 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 تبتو الزوير على 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 هذا السيد هذا الى تبتو راه هذه حاجه اخرى يعني جناح اخرى خصكم تقدموا بدعوه للسيد وكمالك من اجل الزوير يعني مسطره اخرى انتم مشيتوا في المدني على اساس استرجاع هذاك الحق اللي خاضوا لكم بين قوسين او كما قلتي انت بانه كتبوا زور والمحكمه دابا الان انا ما عرفتش المرحله اللي وصلت فيها المحكمه قلتي 9 سنين ربما تكون وصلت لمحكمه النقد ولكن دابا سمعتي لي استاذ وي سي جلالي تفضل سميتو دابا ودخلوا لك مجلس العناني اييه دابا في محكمه النقد دابا كيسميوه محكمه النقد من 2010 ولا كيتسمى محكمه كان قبل كيقول المجلس الاعلى دابا ولا سميتو محكمه النقد فيه دابا كاين المحكمه كاين الملف كاين تما دابا طلع المحكمه النقد دابا شحال من مره كدوز دابا كدوز والو كدوز وكتعاود ثاني كدوز وكتعاود يعني كيتنقدوا كيعاودوا يردوا كيتنقدوا يعاودوا يردوا انا اعتقد الحل اللي خصكم ديروا بعد هذه المساله هذه تشوفوا شي عبار اللي يحدد ليه المبلغ اللي يعني المساحه اللي محدده في هذا في, في, في الوثيقه والعقد اللي كتب لي معاه والشيء الاخر اللي ما مكتوبش ممكن انكم تقدموا بدعوه ديال التزوير السيد وكيل الملك ومطابق الحال السيد وكيل عنده امكانيات كبيره ممكن انه يدير خبير ممكن حتى هو كذا كيخرج شي عبار معين ممكن انه يوقف على حاله يدير واحد المعاينه قضايا مطابق الحال غادي يحل يدير بحث التحريات ديالو غادي يثبت واش فعلا راه كاين زور ولا ما كاين زور وديك الساعه غادي ربما انه يتم المتابعه ديالو ويحلوا على المحكمه ويكون عندكم هذا يعني حكم الى صدر حكم جنائي راه عنده واحد القوه الثبوتيه قويه على الحكم المدني حيت الحكم الجنحي تيحكم في المدني كما يقال انه يعني سيد الملف يعني من تيكون حكم جنحي تيكون عنده واحد القوه الثبوتيه اكثر من الحكم المدني لانه في الحكم الجنحي تيكون فيه اجراءات معينه تكون في واحد نوع من المصداقيه اكثر كيكون فيه مجموعه من الاجراءات دار فكيكون عنده مصداقيه اكثر من الحكم المدني فاذا صدر لكم الحكم المدني اعتقد انكم غادي تربحوا الملف ديالكم ان شاء الله تعالى مستقبلا ان شاء الله. باش ناخذوا معنا مكالمه اخرى معنا السيد تهامي من مولاي دري الزرهون. مرحبا بك سيدي.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم كي دايرين؟ الله يبارك فيك. الحمد لله سيدي بارك الله فيك. بغيت نتصل مع السي سعيد الله يجازيك بخير. ثاني مشاركه ليا عنده. مرحبا. الثالثه ان شاء الله تربح جائزه. خاصك مع السي جليل باش دير معاه شي مسابقه ديالو. مرحبا. تفضل اسي. حيت يعني غني علينا الحمد لله بافكارو داكشي بغيناه باش يوضح لنا الامور. مرحبا سيدي. عندي واحد جوج اسئله الى اقتضى الامر. مرحبا مرحبا سيدي. الاول كاينه وعندي واحد الحانوت النسيب ديالي كان كاري هذه شحال تقريبا من 65. نعم. هو حتى هذه المده هذه مات توفى النسيب هذه شي 10 شهور يعني الامور كانت كتجي مولات الكرا وداكشي كتاخذ الكرا ديالها عادي. نعم. دابا هذه 10 شهور ما جاتش تاخذ الكرا ما عندناش النمره التليفون ديالها عندنا نمره التليفون سدوا التليفون ديالهم. نعم. ما لقيناش العنوان ديالهم العنوان ديالهم القديم يعني ما لقيناش يعني نعم. ما كاين حتى شي مشكل من هادشي هذا يعني ربما دابا اذا نجاوبك على السؤال الاول ياك هذه مساله آه. سهله شنو غادي دير؟ غادي دير واحد المقال للمحكمه لرئيس المحكمه آه. باش تطلب منه الاذن انك تقوم بعرض هذيك المبالغ في ذاك العنوان اللي عندك ما غاتقلب على العنوان اللي عندك العنوان اللي عندك هذاك العنوان اسمعني هذاك العنوان اللي عندك هو اللي غدير فيه العرض ملي غيمشي المفوض القضائي وغيقول لك بانه لا يوجد اي احد في هذا العنوان ديك الساعه غادي يدير لك السيد رئيس المحكمه باش توضع هذوك المبالغ الكرائيه في صندوق المحكمه وكتاخذ الوصل باش وضعتيهم وانت كتكون هاني خليتي الذمه ديالك الا هي ظهرات راه كتعطيها الوصل تعطيها نسخه من داك الوصل ومشي تسحبه من المحكمه. الله يجازيك بخير. هذه الثاني السؤال الثاني. السؤال الثاني كان عنده واحد البلاد قديمة يعني هو في 65 تقريبا من 81 كانوا واحد القطعة يعني خداهما غير كانوا قبل ما ياخذوا القطعة خداو كان عندهم تفصيل ديال التجزئة طولوا بحال فيلات صغار بتي فيلات صغار وداك الشيء هو شرا يعني 100 متر ومن بعد 130 متر ومن بعد زادوا له 50 قالوا له هذه 180 هي 180 هذيك ال 50 ما دخلاش عندنا في الحساب ما دخلاش في العقد لا ما دخلناش في العقد دخلنا غير 130 خصكم تدخلوها يعني كيفاش ندخلوها البائع الورثه عنده بزاف لا شنو غادي في الرباط آه. واحد في الرباط نعم. وعطاه واحد وكاله لواحد السيده نعم. هي هكذا نعم. وتقريبا يعني انه يعني بزاف بيهم ملي مشينا لقينا ذاك اللي عنده الوكاله وقيل ربما انه توفى ولا شي لا اله محمد رسول الله يعني استعصينا الامر يعني شنو غادي نديروا بحال هذا يعني قال لك ربما انكم غتاخذوا شي حاجه بحال هكا ما فهمناش شنو كاين يعني من عندنا من عندك انت اعطينا شي انا نقول لك يعني الحل المقترح هو انه غادي الى ما كان شي واحد اللي وكيل عن جميع الورثه باش يقوم معكم بتصحيح هذاك العقد لانه غادي يعاود يصح معكم هذا العقد نيابه على الورثه الا كانت هذه الامكانيه ما كايناش غتقوم بتبليغ جميع الورثه تخبروهم بانه راه كاين اشكال في العقد اللي تبرم بين المورد ديالكم فلان الى فلان فلان فاذا امتنعوا كلهم غتلتجئوا للمحكمه من اجل تصحيح باش تثبتوا بانه فعلا ديك 50 متر اللي شريتوها او عطاوها لكم هذه غتلقوا الوثائق ما يثبت والمحكمه عندنا 130 50 ما زايداش يعني باقي ما كاين لا انا غير قلت لك عرفت 130 ولكن ديك 50 خاصكم تثبتوا بان راه ديالكم اما انه كاين عقد لاحق اما انه كاين اتفاق معين كتابي الى غير ذلك جميع الحجاج اللي كتثبت بان ديك 50 متر ضافت لكم القطعه الارضيه اللي عطوها لكم والمحكمه انها غتقوم بهذيك العمليه لانه مادام انه لم تمتنعوا راه المحكمه غتجبرهم باش انهم يتم اجبارهم بكتابه عقد اللي كينص على هذيك 50% اللي بقى ما تخلاتش العقد. ولكن يعني انت قلت يعني ربما الى ما الورثه ديالنا حنا الى ما ديالكم انتوما الى ما عطاوش الوكاله لشي واحد فينا ولا شي حاجه بحال هكا شنو الامر؟ دابا كتكلم معي الورثه ديال الاخرين ولا الورثه ديالكم؟ لا ديالنا حنا والاخرين انا ماشي مشكل نشوفوا معاهم كيفاش هكا ولكن الورثه ديالنا الى استعصوا ربما انهم ما غيضرش غتشوفوا الاغلبيه لان بحال هذه العمليه ما كتضرش يعني ملي كتكون الاغلبيه على الشياع اللي مالكين على الشياع لا تضر الاقليه فغير كان واحد يعني نسبه معينه من الاشخاص اللي اكثر من الاخرين اللي ما باغينش راه ممكن تقوموا تدعموا تمشيو تتصلوا بهم مباشره ربما غير وحده ولا واحد هو اللي ما غادي يضر ايه ولكن
عيه يعني دونك غادي ملي غتبغيو تصحوا راه غديروا الاسماء ديال كلشي حيت ما غاديش يضر حتى شي واحد بالعكس غتكون في صالحه. حنا داكشي اللي قلنا بنا هادشي اللي كاين دابا ما عندكمش مشكل ما عندكمش مشكل لانه المشكل ديالكم نتوما محلول المشكل ديال الاخرين اللي خطير ربما الا كان في هذا الوضع اللي فيهم نتوما غادي يكون اخطر ولكن نتوما الان غادي تتصلوا بالاخرين يعني ممكن غير واحد فيكم او هذا كاين واحد الوسيط بيناتنا يعني كان المرحوم الله يرحمه كان انا نسيبه يعني كان عرفني به قديم وكنا كنمشيو انا وياه كنعرفوا اي حاجه عرفني باي حاجه معاه وهو الوسيط ديال داك السيد بحال سمسار الناس مسار يعني هو كيعرف هذا الشيء هذا كامل وكيعرف العائله ديالهم هو اللي قال لي جيب لي العقد ونمشي انا وياه كنخدموا ايوا صافي اذا المساله واضحه اذا ما عندكش اشكال انت ما عندكش اشكال وغادي نمشيو لحدا مباشره الى فاصل الى ونعود لنواصل. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام عالم الغديو مازال مواصلين ومستمرين دائما برنامجكم الحل بين يديك وبغيت الحل مع الأستاذ سعيد النووي أستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقد. غادي نواصل دائما في السياق بين مكالمتكم وأسئلتكم مستمعينا الكرام ومشو ناخدوا معنا رسالة قبل ما نكملوا بقية المكالمات. رسالة اللي توصلنا بها البارح ديال المستمع الكريم اللي كان كيشتغل في إحدى البنوك واللي وقع له مشكل كيوضح يقول السلام عليكم شكرا على جوابكم البارحة وكي أشرح لكم الموضوع فقد كنت مستخدم مع البنك وفي سنة 2004 قام البنك بإشراك المستخدمين في صندوق الضمان الاجتماعي إلا أنه حدث بعض منهم لكونهم تجاوزوا 50 سنة وأنا منهم. السؤال سيدي الأستاذ ما هي المسطرة الواجب إجراؤها لكي أحصل على تعويض حرماني من التقاعد الأساسي وتقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير. مازال باقي ما واضح ولكن نجاوبوا على المعطيات اللي عطاني انا يعني خصني غير نتاكد بانه واش كاين شي اجراء قانوني او مثلا شي مانع قانوني لتمنع الاشخاص اللي وصلوا 50 سنه انه يتم الحذف ديالهم. واش كاين انا في علمي انه ما كاينش شي نص ولكن الا كان شي نص داخلي او غير ذلك ما طلعت عليه ما عرفش. في حاله انه كان هذا النص هذا فهمت بحال انه ممكن يطعن في هذا القرار هذا يطعن في امان المحكمه محكمة ابتدائية باعتبار أو محكمة تجارية باعتبار أن المؤسسة بنكية أمام محكمة تجارية بأنه هذا الإجراء هو إجراء غير قانوني ومخالف النظام العام كاع لأنه بحال الإجراء غير في المنطق القانوني ما تنوش غادي يكون يعني ما في المنطق القانوني ولكن إذا كان ربما أنه إما أنه يصيفطوا لنا إسكاني ويصيفطوا في الصفحة أو أنه يعود يصح لنا شنو المعطيات أكثر باش نجاوبوا يعني بوضوح. ولكن نقول من الآن إذا كان هذا القرار كاين عنده الحق طعن أن يطعن فيه أمام المحكمة المختصة باش أنه يتم الإلغاء دياله ويتم التسجيل دياله في اللائحة من أجل الاستفادة من صندوق الوطني للضمان الاجتماعي. نعم مشو ناخذ معنا مكالمة معنا سي محمد من جرادة. مرحبا بك سيدي محمد. وعليكم السلام لالا. مرحبا سيدي. نعم سيدي محمد تفضل إذا كان ممكن الله يخليك تنقص الراديو. واه أستاذ الله يجازيك بخير. مرحبا. عندي واحد الملف كنت خدام في واحد الدوش. أيه. خدمت 14 سنة ووقفتني. أيه. المهم شي تاني مفتي الشغل عطاني رسالة جبتها لها ما عطرت ليش بديك الرسالة باش تخلصني. مفتي الشغل قدمنا للمحكمة. نعم. المحكمة عينت لي محامية. مزيان. والمحكمة صرت لي استدعاء أنا قبل استدعاء مشيت لعندها. نعم. تفهمت معها شحال نعطيها. الجلسة الأولى حضرت والجلسة الجا وجعاود قالت لي الأستاذ راه حتى يقيدت بك بأنما انت اللي وقفت لها الدوش وانا عندي الشهود هي اللي وقفتني. المهم فتنا المحكمة بقات المحكمة خدامة ومرت انا واحد الشهر 1999 هادشي قديم شوية زيد يا مال استاذ هي تفضل الوقت انا اللي وليت عندها هي كانت في وجدة منين وليت عندها الوجدة المكتب ديالها قالوا لي رحلت الى حد الساعة ما كنعرفهاش الاستاذ فين راه لي حد الساعة وعندها الادريس ديالي ما اتصلت بيا ما عطاتش. دابا المشكل اللي عندك مع المحامية. عندي مع المحامية كانت في وجدة وانت انت انت في جرادة. نعم في جرادة وهي كانت في وجدة وانتقلت من وجدة. انتقلت لي حد الساعة الاستاذ ما كنعرفهاش فين راه. ايوا ما عندكش رقم الملف ولا شي حاجة رقم الملف ديالك ما عندكش؟ كانت عندي استدعاء الاستاذ ما كذبش عليك. وانت شنو غادي دير انت غادي دير واحد القضيه غادي تمشي للمحكمه ياك غادي تمشي للمحكمه وغتعطيهم الرقم ديالك وغادي يقلبوا لك على الملف ديالك
ملي غادي يلقاو الملف غادي يقولوا لكاع شنو فيه، ربما يعطوك تنسخه الحكم الا كان فيه شي مبالغ ماليه تحكمات او غير ذلك، غادي يعطوك هذاك نسخه الحكم اللي فيها كل شيء موضح ياك. هذه وحده. ثانيا غادي تصيفط واحد الرساله تمشي بعدا عند النقيب ديال وجده تخبره تقول ليه هل اللي وقع اللي وقع، راه الاستاذه السيده فلانيه كانت كتنوب عليا والان ما عرفش العنوان ديالها. هو غادي ربما الا كان عنوان عنده، لانه المفروض انه يكون عنوان ديالو، لانه لما كانش التخابر ديالها يعني ما بقاش محل المخابره ديالها في التابع للنقابه ديال وجده، ربما انها تخبره المكان اللي انتقلت فيه، فربما يعطيك العنوان ديال الاستاذه او يعطيك التليفون ديالها، ممكن تتصل بها وتشوف يعني الاجراءات اللي خصها الدار من بعد. في حاله انه حتى السيد النقيب او النقابه عموما او من ينوب عن النقيب في كتاب الضبط ديال السيد النقيب، ممكن انك في حاله ما كاينش هذا الاجراء ممكن انك تراسل يعني الاستاذه يعني برساله مضمونه بالاشعار بالتوصل، فهذيك يعني العنوان اللي عندك إلا رجع بغير مطالب راه في بعض الأحيان تعتبروا هذاك يعني التوصل ديالها بأنه رغم أنه ما كاينش يعني توصلات شخصيا، راه ممكن يعتبروه كأنه راه قمتي بالإرسال ديالو في العنوان، ومن بعد ذلك تاخذ يعني بحال اختي تسحب النيابة بحال أن ما بقاش عندك المحامية، ومن بعد أنك تقوم بالإجراءات كلها إلا ما تماتش الإجراءات، مثلا تقوم بالتبليغ أو أنك تشوف محامي آخر يقوم بالإجراءات أو التنفيذ أو غير ذلك. فهذو هما المراحل اللي ممكن دير. المرحلة الأولى تمشي للمحكمة تشوف شنو كاين، المرحلة الثانية تمشي عند النقيب، ما لقيتيش العنوان تعاود يعني سميتو ترسل للاستاذة ديالك، ما تمش الامر، ممكن انك تاخذ يعني الاجراءات ديالك وتكملها اما بصفه شخصيه او انك تشوف محامي اللي يساعدك باش تكمل الاجراءات. ونتمنوا له خير باذن الله. نمشيو ناخذوا معنا مكالمه اخرى. معنا اللا سعديه من مهديه. مرحبا بك اللا سعديه. السلام عليكم. اهلا وسهلا. بغيت ندوي مع الاستاذ. تفضلي. مرحبا. بارك الله فيك استاذ. الله يرحمه خلى واحد الفيلا فيها 451 مترو في المحمدية. أيه. وفيها بيسري لتحت. دابا عنده النص لتحت واختي عندها النص الفوقاني. باباك الوالد ديالك توفى الله يرحمه. توفى في 2005. ودابا انتم الورثة وارثين النص واختك النص. واختي عندها النص. أيه. ودابا خويا بغى ياخذ التحتانية، واش يقدر ياخذها ولا لا؟ شحال انتم ديال الورثة؟ حنا ستة، ثلاثة البنات وثلاثة. إيوا يتفق معاكم. غيشري من عندكم ولا شنو؟ باش يشري من عندنا. يشري من عندكم حقكم على الشياع، داك الحق ديالكم غادي يشريه من عندكم، هو راه مع مالك مع الاخت ديالك على الشياع. الشياع داك الشياع باش هو خاف؟ لا ميخ... لا علاش ميخ... غادي يخاف؟ لان الحق ديالو راه مضمون، ما غادي واحد ما غيجري عليه، واحد ما يخرجوا، لانه غيشري الحقوقه ديالكم كلها غيشريها. هو غادي يسكن في هذيك سميتو، اما انه يتفق مع الاخت ديالك باش يعني راه غادي يتفقوا اتفاق يعني كتابي او غير ذلك، انه راه هي غتبقى مالكه الفوق هو التحت ويبقاو متفقين، ما يوقع حتى شي حاجه. حيت دابا هي تهي بغات تبيع الفوق ديالها، هو دابا ما قدرش ياخذها كلها. دابا جات ثمن غالي، ما قدرش ياخذ كل الفيلا. نعم. دابا هي تبيع بوحدها. دابا هي غتبيع للشياع. هي غتبيع للشياع. كنت غادي نسول واحد النوطير قال لي اما ياخذها وارث كلها او ياخذها واحد براني كلها. لا ماشي ياخذ كلها. لا لا لا، ممكن يشريو 10 ولا 20 ولا 100، يعني اي واحد يقدر يشري على الشياع. حيت هي غتبيع الحق ديالها على الشياع، غيدخل بحال كيحل محله. انا بعت لك حقي فهاد يعني العقار اللي كنملكو، هذا باع الحق ديال فين كيملك. مساله عاديه، كل واحد كيقدر ماشي يشري كل شيء وماشي يشري ما يشري كل شيء ما يشري. لا واحد غيشري الحق ديال داك الشخص عنده، يقدر يشري على الحق ديال اخت وحده او جوج او ثلاثه، المهم هو راه مالك بالنسبه في هذاك العقار، حيت العقار كيتقسم على نسب، كل واحد كيملك النسبه ديال داك العقار، حتى لا قدر الله بغى يبيعوا العقار يبيعوا ديك الفيلا، راه كل واحد غياخذ الحق ديالو فلوس نقدا حسب النسبه اللي كيملك في هذاك العقار. ولا بغات تبع كلها والقسيم واش بحال فوق بحال تحت ولا غتبع كلها؟ كتبع كلها، والخبير اللي غادي يحدد كيحدد الثمن الافتتاحي ديالها كلها وكيتزايدوا عليها وكتباع في المزاد العلاني، وكيحط الفلوس اللي شرا كيحطهم في الصندوق، وكل واحد كياخذ حق ديالو النسبه ديالو اللي جاتو في العقار. والدليل انك انت دابا انت وخوتك مالكين على العقار، واختك حتى هي مالكه على العقار، يعني دونك كلكم مالكين. غير هي ربما كدوي على النسبه، يعني اختها راه عندها 50% عندها 50% والاخرين حق الارث تقسيم الارث اللي كاين. نعم. ونمشيو ناخذوا معنا لا نعيمه من الدار البيضاء. مرحبا بك لا نعيمه. اهلا وسهلا لاله نعيمه، تفضلي. لاله نعيمه. الو. وي 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 معك. تفضلي. مرحبا. وي فين كاين لاله نعيمه؟
تفضلي لالا معنا المباشر. مرحبا. اذا فهمتي دارها لنا وزملاء يربطوا بها ولا يحاولوا ينبهوها لان على المباشر. وعليكم السلام. مرحبا بك نعيمه. اهلا وسهلا. انا استاذ ناوي. اهلا لالا بخير. اللهم لك الحمد. الله يخليك. عندي واحد استشاره قانونيه اذا كان ممكن. مرحبا. انا مطلقه دابا عندي من 2012. وي 2012. ولكن لا سيباراسيون كانت تقريبا من 2010 والدرية بقات عندي عند هذيك الساعه 3 ans. المهم ما عمر هذا بالضبط ولا هذا. المهم هو كان في واحد المدينه وتحول مدينه اخرى. نعم. يعني داك الطلاق خدي الطلاق الشقاق على طريق المحكمه. نعم. غير المحامي اللي كان قام بالاجراءات. المهم دابا الاشكال اللي بقى لي دابا انني فين ما بغيت نصاوب شي ورقه لهذيك البنيته مثلا بغيت نصاوب لها الباسبور قالوا لي جيبي الابن ديال الاب. انا وقفت هذا الشيء سكيفي حيت انيليز كل شيء خليته حتى لديغنييغمون تلاقينا وهذا عن طريق شي حد في العائله وهذا. وانا نوصل لهم بانني كوم كوا مشيت سقسيت قالوا لي بان كاينه واحد الوثيقه كتعطى عن طريق المحامي فيها بحال تنازل اداري ماشي شي حاجه. انا ما بيان سور ما غاديش نحرمو من البنت وقت اللي بغى يشوفها هذاك الشيء شغله هذاك. مي انا اللي بغيت تنازل اداري وشي كيقول لي راه كاينه هاد الورقه شي كيقول لي ما كايناش. وهاد الورقه قال لك كتقدري بهذيك الورقه يعني ما تتبقيش محتاجه لي في اي مشكل اداري. يعني وقت ما بغيت نصاوب لها شي ورقه ولا بغيت باسبور ولا فيزا ولا هذا ما بلا ما نمشي نقلب عليه حيت انا دابا ما عارفاش فين كيسكن بالضبط. هو ماشي تنازل اداري هو ممكن يديرك وثيقه انه يمنحك الصلاحيه للحصول على جميع الوثائق المتعلقه بالبنت ديالك. وبالتالي انه اي وثيقه اللي كتعلق بالاداره كيعطيوها لك مثلا بالنسبه مثلا يعني تصوبي مثلا الباسبور او تبغي تطلبي لها الفيزا ديالها او تشوقوا باي وثيقه اداريه كتخص البنت ديالك تعطيك نوع من التفويض. هذه هي اللي بغيت الله يخليك غير كيفاش ندير هاد الورقه وفين خصني نمشي. ايوا راه خصو يوقع هاد التفويض خصو يوقعوا لك. اي ضروري يوقعوا لك. غتكتبيه هاد عادي التفويض غتكتبيه بانه انا ما نقدرش نقول الصيغه كلها بالضبط ولكن التفويض بانه كيفوضك بان الحصول على جميع الوثائق اللي كتخص البنت وانه لا يعترف جميع الاجراءات الاداريه اللي كتقومي بها من سحب جواز من سحب فيزا. أيوة. من كل شيء غدير يعني تفويض عام على بخصوص الوثائق الاداريه اللي بغيت تحصل عليها البنت ديالك. يعني كاينه هاد الوثيقه. كاين كدار هاد الوثيقه هادي ويوقعها لك هو وبها كتدلي بها لاي اداره معينه اما تبغي تصوبي الجواز السفر او تبغي مثلا تحصلي على الفيزا او اي وثيقه اخرى اللي تبغي تقومي بها البنيه ديالك ممكن انه يعني يساعدوك بهاد الوثيقه هادي لانه الموافقه هي موافقه ديال يعني ضمنيه موافقه ديال كيوافق حيت حتى ملي كتبغي تاخذ مثلا الفيزا تيقول لك جيب يعني ترخيص ديال الموافقه ديال الاب ترخيص ديال الاب. فبالتالي ملي كيكون هذاك التفويض بانه كيرخص لك في جميع الوثائق راه بالتالي انك غتاخذهم. نعم. مرحبا. ونمشيو ناخذ معنا الرساله. استاذ سعيد كتقول انا من مدينه مكناس. ابي يكسري محل كيمتهن فيه الحلاقه منذ 44 سنه وفي هذه السنه ورثه الملك رفعوا علينا دعوه بالافراغ ودابا حنا معهم بصدد الدعوه والمحكمه التجاريه بطلب من محامينا ارتأت انها تخرج الخبير باش يحدد مبلغ التعويض. المشكل ان الاب والاخ ديالي وهما اللي خدامين في المحل وحنا رافضين التعويض ديال المحل. عمرنا كله وحنا فيه وزبناء المحل اللي كيعرفونا وكل اول شهر كنا كنخلصوا المبلغ ديال الكرا وعندنا كل الايصالات. بغيت نعرف واش عندهم الحق في طلب الافراغ. وضيف نقطه ان اصحاب الملك داعينا حنا واربعه ديال المحلات مجاوره لنا وكل واحد فينا للاسف مخصص محامي. يمكن خطأنا ملي ما وكلناش محامي واحد يترافع على المحلات كلها. كنسول واش هناك حل غير التعويض سامحوني وشكرا. هو في حقاني كاين المالك وكاين المكتري او المكري. المكري هو صاحب المحل. للاسف انه ظهير 55 24 ماي 1955 الظهير اللي كانت توضع في عهد الحمايه. وبالتالي انه كان دار لفئه معينه فئه اللي عندها يعني واحد نوع من الثقافه وكذلك فئه اللي كانت عندها يعني كتقوم بواحد الاعمال معينه. وبالتالي انه كان هاد خاصه التجار منهم لانه هاد الظهير يضفي واحد نوع من الحمايه على المحلات التجاريه. فمزيان انني كنقول بانه مادام ان المحكمه التجاريه اعتبرت المحل ديال الحلاقه انه محل تجاري لانه في بعض الجهات القضائيه كتعتبر انه ماشي محل تجاري ولكن محل مدني
وبالتالي التعويض كيكون تعويض مهم تعويض مهم مقارنه مع المده اللي يشتغل فيها الانسان، لانه كيأسس واحد نوع من الاصل التجاري. انا كنتكلم على اصل تجاري عموما، كيأسس واحد نوع من التجاري بجميع العناصر ديالو، في الزبائن، في ربما حتى يعني الشخص يعني المرتبط به، يعني صاحب المحل، يعني الموقع، الى غير ذلك، مجموعه من العناصر اللي كتعطي لهذاك الاصل التجاري واحد القيمه معينه. المالك من طبيعة الحال في أي وقت شاء، في أي وقت شاء له الحق أن يسترجع المحل، لكن المقابل اللي حده المشرع يعني القانون هو أنه كيأدي تعويض. هذا التعويض ماشي كيجي يقول لك نعطيك قدة وقدة، ممكن يكون تفاهم في البداية، نجي عندك نقول لك أودي نعطيك واحد 50 مليون أو 100 مليون أو 200 مليون، والله يخليك خفر لك المحل راه بغيته نستغله شخصيا أو نبيعه أو المهم نديرو داك الشيء اللي بغيت فيه. ممكن يكون هذا اتفاق حبي، ولكن في حالة عدم هذا الاتفاق ملي كنلجؤوا للمحكمة، المحكمة تعين خبير في العقار لتقوم بمعاينة العقار بعد استدعاء الأطراف طبق المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، وتحدد التعويض المناسب وفق هذه المعايير اللي قلت، وفق هذه العناصر اللي كاين اللي كتاسس هذا وكتكون هذا الاصل التجاري. اما انه كيشوف المداخل ديالو ديال هذا المحل التجاري، كيشوف الموقع ديالو، تيشوف مثلا يعني المده اللي قضاها هذا الشخص، تيشوف المحلات المجاوره اللي كاينه، الى غير ذلك، العنصر الزبائن، مجموعه من العناصر، وعلى ضوءات يحدد هذا المبلغ. فكيكون ملي تتحدد هذا المبلغ عن طريق المحكمه، الى ما وافقوش يعني المكترين على هاد يعني على هاد التعويض، من طبيعتها انه يقدروا يطلبوا خبره مضاده، انه كيطلبوا تعيين خبير اخر، باعتبار انه كيبينوا المحكمه بان هاد الخبره اللي دارت خبره هي مجحفه في حقنا، باعتبار ان التعويض اللي تم تحديده من طرف السيد الخبير انه لا يناسب الاضرار الماديه والمعنويه اللي غنتصابوا بها احنا كورثه. وبطبيعه الحال ان المحكمه تستجيب للطلب وتعيد تعيين خبير اخر تقوم بخبره اخرى ثانيه، ومن بعد المحكمه ان حدرت تقدر دير خبره ثالثه الى غير ذلك، الى ان تقتنع المحكمه، لانه الخبير وعين المحكمه. بطبيعه الحال المحكمه ما عندهاش امكانيات ماديه باش انها تنتقل وتشوف، وما عندهاش المعايير معينه باش انها تقوم بهذا التحديد التعويض، ولكن كيبقى الخبراء باعتبار الخبراء من مساعد القضاء، وبالتالي كيعطيو هذا الراي ديالهم. فملي كيتحدد التعويض والمحكمه كتصادق عليه، تيتم التعقيب على هذاك يعني التعويض، وكتدخل الملف المداول وتتحدد هذاك الثمن التعويض اللي كيحطو المالك في صندوق ديال المحكمه، وكتحكم المحكمه بالافراغ، وكيتسلموا يعني الورثة أو المالي المكتارين كيتسلموا هذاك المبلغ. فالمسألة عادية، قد تكون عادلة أو منصفة أو غير منصفة أو عادلة أو غير ذلك، فهاك القانون حال هكذا الظاهر 55 تحكم هذه العلاقات بهذا الشكل. هذا يديروا محامي أو ثلاثة أو عشرة أو هذا أو خطأ، ماشي خطأ، كل واحد كيطمئن للمحامي ديالو، ماشي بالضروره دير يكون مثلا عقار واحد نديرو فيه نديرو فيه محامي واحد، قدنا نديرو 10 نديرو 20، كل واحد عنده ثقه في محامي معين، علاقه به شخصيه او كيعرفو او سمع عليه او غير ذلك، عنده الحق يديرها، غير فقط انه المحامو اللي كيكونوا معينين في قضيه معينه كيقدروا ينسقوا بيناتهم. هذا نوع التنسيق كاين، كينسقوا بيناتهم حتى ان تكون مسطره مثلا في واحد الاتجاه معين، او انهم يمشوا في واحد الاطار معين او غير ذلك، وبالتالي كينسقوا نوع من المجهود ديال هذوك المحامين. فالاختيار ديال المحامي ماشي عرقله، ولكن الحق ديال المالك باش يسترجع المحل هذا حق قانوني ضمنوا ليه، كما ضمن لكم نتوما التعويض على المحل اللي انتوما غتغادروا. نعم، وناخذوا معنا مكالمه دائما على 0522 46 72 50 51 52. معنا للا سعاد من الدار البيضاء. مرحبا بك للا سعاد. الله يبارك فيك للا، مساء الورد الاستاذ، بارك الله فيك، شكرا على البرنامج. مرحبا للا. الله يخليك، عندنا توفى الوالد، وكان واحد المحل كاري واحد سيد من زمان، دابا هذاك السيد توفى، بغينا نعرفوا دابا لو غوسو كيفاش غادي نديرو دابا الاجراء ديال باش هاد المحل شنو فيه؟ محل تجاري ديال مواد غذائيه ولا شي حاجه؟ اي مواد غذائيه. ايوا الورثه حلوا محلو دابا الان، يعني حلوا محلو، ربما نديرو في اسم ورثه فلان، يعني الا بغيتو تتفقوا مع ديروا مع واحد اللي مالك راه ما كاينش مانع، اللي دا الان كيستغل ممكن ديروه يعني الوصل في سميتو، او انك ديروا في سميت الورثه بحال بحال، ماشي مشكل، اما ورثه فلان وإما ديروا في سميت المالك اللي حاليا بغيتوا تتفقوا معاه مثلا. لا سعاد ما كانش سؤال وقيل. لا لا دابا حنا غنديروا في ورثه المالك، ولكن ورثه فلان اللي توفى. لا ماشي هو المالك، حنا المالكين وهو المكتري، هو هو اللي كاري عندنا. اللي كاري هو اللي توفى. اللي كاري توفى. ايوا شنو قلت لك؟ اللي كاري توفى، يعني جاو الولاد ودابا كاينين.
ايوا هادو اللي غديروا اما سميت الورثه ورث فلان اللي توفى او ديروا في سميت اللي واحد منهم من ضمن الورثه اللي خدام دابا في الحال قال لكم الخيار وي قلت تفضل هذا السؤال كاين واش مازال خصنا نديروا شي اجراءات اخرين ولا غير لوغوسي لا عادي غير لوغوسي صافي فقط وعندنا الحق واش عندنا الحق اننا نراجعوا المبلغ ديال الكراء من حقكم كل ثلاث سنوات عندكم الحق طالبوا بالمراجعه ديال السومه الكرائيه ب 10% كتزاد هذا كل 3 سنين كل 3 سنين لا حنا هذه السنين ما عمرنا ما الا كانت الا كانت الا كانت يعني المبلغ اقل من 400 درهم 400 درهم واقل راه كتزاد تقريبا حسب السلطه التقضيه ديال القاضي حتى 50% 50% تقريبا هكذا اذا نقدروا اننا نفرضوا هذه القضيه قبل ما نبدلوا اي اتفقوا معاه قول لي ودي غتزيدنا واحد القدر معين وحنا غنحولوا هذاك الوصل ديال الكراء في سميتك انت باعتبار انت جيتي محل الوالد مرحبا ولكن حنا خصنا نستافدوا الله يخليك غتزيدنا واحد قده وقده انتم غتفاهموا معاه غيبقى الاتفاق بينكم وبينه والله يبارك يعني قضيه غير لو غوسيل اللي صافي صافي لاله واخا شكرا مرحبا لاله مشكوره مشكوره على تواصلك معنا نمشي ناخذ مكالمه قبل ما نتوقفوا مع فاصل اعلاني معنا سي عزيز من اكادير مرحبا بك سيدي عزيز السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته كيف حالك انا بخير الحمد لله سيدي الله يطول لي عمرك سي سعيد اخرى يوميا انا التلميذ ديالك يوميا بارك الله فيك سيدي مرحبا التلميذ كنتعلموا منك اشياء الحمد لله بكل فرحه سيدي بكل فرحه ربما انت نكون تلميذ ديالك في شي مجال اخر ربما تكون كتقن شي مجال اخر وان شاء الله نكون تلميذ ديالك فيه لا سي سعيد لا حاشا حاشا بكل فرحه خويا بكل كل لا كل ميسر لما خلق له الله تعالى يعني وزع يعني بين قوسين لي دون يعني شنو كيسميو هادو يعني بعد الاشياء النعم ديالو على كاع العباد ديالو راه لا شفتي تاملتي في ملك الله تعالى وفي حكمه ديال الله تعالى راه كلشي متساوي راك اللي كتلقاه غني بغني بواحد الشكل ما يتصورش على البال ماديا ولكن ما كتلقاه سعيد او كتلقاه مثلا عنده مثلا اشياء معينه ويفتقر اشياء اخرى الى غير ذلك ربما انت تكون بصحتك الحمد لله وهذا واحد ربما عنده الفلوس وما لقاش ما قدرش ياكل لان ما عنده الصحه الى غير ذلك فحنا كنا سواسيه وكنا كنتعلموا والله الله يوفق الخير ان شاء الله مرحبا للاسف نتمنى انه يحاول مره اخرى ان شاء الله ويكون معنا مرحبا واهلا وسهلا بكل فرح كان معنا محمد كان معنا عزيز عفوا عزيز نتمنى انه يعاود يتصل بنا وان شاء الله المقدمه الغير يعني المنتظره مرحبا اذا المستمعين الكرام اللحظه غنتوقفوا مع فاصل اعلاني بعد وقت غنائي قصير وراجع لكم رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على عالم الراديو برنامجكم الحل بين يديك وبغيت الحل مع الاستاذ سعيد النووي استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول محامي بهيئه الدار البيضاء مقبول لدى محكمه النقد حنا مازال مواصلين ومازال كنستقبلكم مستمعينا الكرام على 05 22 46 52 51 52 ايضا يمكنكم التواصل معنا عبر الاس ام اس غتكتبوا حل خليوا فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 50 80 ثمن الرساله 6 ديال الدرهم احتساب الرسوم نعود الاس ام اس لانه كيوصلوا بزاف ديال الاس ام اس مقطعين كنقول غتكتبوا حل خليه واحد ليسباس قصيره وكتبوا الرساله ديالكم بالتفصيل شنو بغيتوا يعني السؤال ديالكم بالتفصيل وصيفطوه ل 50 80 ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم تحيتنا لاله امينه من الرباط من الدار البيضاء عفوا على الرساله اللي توصلنا بها ولكن ما عرفتش بالضبط السؤال ديالها فإلا كانت تحيه لنا شكرا جزيلا ليك لاله امينه لهلا يخطيك حل كيفاش كتكتب حل؟ حل H A L أو لا حل بالعربية اللي بغيت صافي باش نعاون نصيفط تصيفط شي اس ام اس نسولوك نشكرك على خطيك بارك الله فيك نمشيو ناخذوا معنا اتصال صابع على يعني الحماس القطع الغنائية اللي كيختار يعني تبارك الله عليه يعني اختيارات رائعة جدا نمشيو ناخذوا معنا اتصال معنا السي مختار من الدار البيضاء مرحبا بك سيدي مختار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بخير لاباس عليك الله يبارك في سيدي بارك الله فيك نعم تفضل سيدي سي المختار سي المختار للاسف انقطع الخط كنرحبوا من جديد بكل مستمعينا الكرام اللي دائما في الاستماع لينا حنا مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم الى حدود الساعه الرابعه وبرنامجكم الحل بين يديك وبغيت الحل مع الاستاذ سعيد النووي غادي ناخذ معايا سؤال كيقول استاذ سعيد عندي مشاكل في العمل انا متمسك بالبوست ديالي ولكن للاسف ما كانت وصلش
ما كنتوصلش بالراتب الشهري ديالي في الوقت، وكاينه مشاكل في الوثائق الطبيعيه اللي خصها تكون عند اي واحد في مؤسسه كيشتغل فيها. فشنو هو الحل نقدر ندير بلا ما نضر العمل ديالي، لانه انا متمسك بزاف بالعمل ديالي وبالنجاح ديالي؟ هو ممكن انه يقوم بارسال رساله مجهوله الى السيد مفتي الشغل من اجل قيام زياره مفاجئه لمحل العمل، وبالتالي انه من التزامات ديال مفتي الشغل انه كيقوم بالتاكد بان هذه الوثائق اللي مصوص عليها قانونا انها كيتوفر على كل عامل، وبالتالي غيكون يعني يعفى راسه من اي مسؤوليه. باش ناخذ معنا مكالمه معنا لاله مريم من فاس. مرحبا بك لاله مريم. مرحبا لاله، بارك الله فيك. الله يطول عمرك لاله، تفضلي. الله يسلمك استاذ، بخير. مرحبا. عافاك، عندنا واحد المشكل بالنسبة للعائلة ديالنا. مرحبا. عندنا واحد الأملاك هي حبوس. أيه. والمهم السيد اللي كان مكلف بهذا الحبوس يعني ما كان نشوفه من عنده حتى شي حاجة. يعني أنتم يعني شنو موكلينه باش أنه يقوم باستخلاص؟ موكلينه الوالدين ديالنا ولا الأجداد ديالنا إلا بغيتي تقول. المهم حنا هاد وهاد الأملاك محبسة على من؟ محبسة على العائلة ديالكم كلها؟ محبسة على العائلة كاملة. هو نورمالمون كياخذ كيجمع الفلوس ديال داكشي وكيقسم عليكم؟ ما كيقسم، ما كنشوفو منه ما لاش الله بيه. ايوا عندكم الحق تعزلوه، لانه الوكاله هي اتفاق ما بين الموكل والموكل، وبالتالي انه في حاله انه الاخلال بالالتزامات ديالو عندكم الحق تقوموا بالعزل ديالو وتعين يعني موكل اخر ليقوم لكم بالاجراءات. نعم لاله تفضلي. المشكله سيدي دابا فهاد السيد، دابا جا واحد السيد وبغينا نحيدوه باش نديروه في بلاصتو واحد اخر. اييه. هاد السيد خدا توقيعات من عندنا ساعة ساعة، هادي تقريبا 5 سنين وهو معاه في الدعوة كياخذ توقيعات ديالنا. قال لك أنا مكلف، أنا اللي كندعي وأنا اللي كندير وأنا اللي كنفعل. مؤخرا كنا الخبر بأنه يعني خدا من عنده واحد القدر مالي ومشى بحالاته، ما شفنا من ما عرفنا لا شنو دار داك التوقيعات اللي كان كياخذ من عندنا ولا شنو فين وصل ولا فين هذا. منين اتصلنا به باش نعرفوا شنو كاين، قال لك أنا صافي ما هذا ما هذا شاف حالات. يعني بغينا هذا الانسان هذا اللي جا في التالي شنو نديروا معاه قانونيا غتطالبوه بالمحاسبه ديال جميع يعني المبالغ اللي تم استخلاصها من هذه الاملاك هذه. اما انكم تشوفوا ان اوديتور، تشوفوا اوديتور، اش كيسميت اوديتور سكينه، اوديتور اللي كيكون اكسبير كونطابل وتيقوم بالفحص الافتحاص، كيقوم الفحص ديال الفحص الدقيق ديال الحسابات. غتشوفوا شي واحد هذا الاوديتور اللي غادي يمشي غادي يشوف يعني الاملاك كلها ويشوف المداخل ديالها ويحدد لكم شحال المبالغ اللي كتدخل شهريا في هذوك الاملاك. وغتواجهوه الى في حاله انه يعني يبين لكم وعلل لكم ووضح لكم هل مداخل فين مشات وها فين مشات وها فين مشات، ما غيكونش مشكل. ولكن في حاله الاخلال هذه كتسمى خيانه الامانه، وعندكم الحق تقدموا بشكايه الى السيد وكيل الملك من اجل خيانه الامانه، وممكن ان يتم المتابعه ديالو واحالته على القضاء. فانتم غتقولوا لي هذه الاجراءات بانه احنا راه وكلناك على اساس انك تقوم باستخلاص المبالغ ديال الاملاك والعائدات ديال هذه الاملاك، في حاله الاخلال احنا غنكونوا مضطرين باش نقدموا شكايه لوكيل الملك من اجل خيانه الامانه، وديك الساعه غادي يكون هو اللي للاسف غادي يكون يعني الضرر هو اللي متابع. حنا مازال موسي مازال مستمرين معك استاذ سعيد ناوي، ناخذ معنا مكالمه ثانيه معنا السي المختار من تالودانز. مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يجزيكم بخير، تنشكركم على البرنامج. مرحبا سيدي. مرحبا سيدي. الله يبارك لك. بغيت نسول الاستاذ على واحد المشكل عندي. مرحبا سيدي تفضل. بارك الله فيك. الله يجزيك بخير. بغيت نقول لك غير مشكل بالاختصار. واخا. عندي واحد دار وفجرين بها واحد بقعه كانت مريبه. شنو عندك دار؟ دار انا عندي هي دار. اييه. وبجنبها واحد بقعه. مريبه. بقعه كانت واحد الجبه، لا مو واحد الجبه، الجبه. هي كانت مكرية من طرف شي ناس، مشيت انا عند مول الملك على قبل ديك الازبه اللي تطرما. قال لي ودي غادي تشري مفتاح عند السيد اللي شرى ثلاثه لقطات بعد الساروت. مشيت فعلا صفت عند الشخص شريت عنده الساروت، قالت انا وياه. جا مول الملك قال لي ودي راه ندير واحد العقده انا وياك لبناء باش تبنيها وتستغلها بنقد ولا شرط. فعلا درنا عقد انا وياه لبنائها واستغلالها بدون نقد ولا شرط وبدون طلب الافراغ وبدون طلب الزياده في الاكيره. وسمح لي في البني، فعلا انا بنيت. بعد ما بنيت السيد ولا طمع لان كان ربما واش كان تبنو واش ما غاديش تبنى. المساله اللي كان درك هو دابا ولا تيطلب، قال لي اما تعطيني لتحت ودي لفوق واما ديك الساعه انا غادي نبيع.
انا ملي دخلت معاه في المسائل هذا كنت انا درت مع شديت التواصل ما بقاش هو بغى يعطيني التواصل دابا الان تنتيري الكره قال لي ودار انا بوقعه راه باسم المراه هنا ولكن انا بالنسبه للعقد اللي كاين درنا فيها في حاله وفاته يتسلم الزوجه ديالو بدون قيد ولا شرط ودابا الله يجازيك بخير انا السيد دابا ما بغاش يتمني الكره واش نحطوا لي في المحكمة ولاش نتركب وش ندير هادشي غدير لأنه في حالة الامتناع ديالو عن الواجبات أو تسلم واجبات الكرائية عندك الحق أنه يعني تقوم بعرض هذيك المبالغ عن طريق مفوض قضائي غتشوف عن مفوض قضائي ويعرض عليه المبلغ ديال المبالغ ديال الكراء في حالة أنه رفض كيعطيك واحد المحضر ديال الرفض ديالو بأنه ما بغاش يتسلم هادوك المبالغ الكرائية وبهذاك المحضر كتمشي للمحكمة وكتوضع هادوك المبالغ اللي غادي يبقاو راه الاشاره ديالو في صندوق المحكمه الا بغى هذيك الساعه كيفرغهم كيخرجوا من صندوق المحكمه. نعم ما سخيناش بيك استاذ سعيد النووي. نعم شكرا جزيلا. انا ما سخيتش بك يعطيك الله يطول عمرك. شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي كتقاسمها معنا دائما لقاء ممتع ومفيد جدا معك. شكرا والموعد كيجدد بك غدا باذن الله. شكرا بإذن الله. لا يخطيك. كنشكر استاذ سعيد النووي استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول محامي بهيئه الدار البيضاء مقبول لدى محكمه النقد. كنشكر صابر فوندا اللي رافقنا اليوم في الاخراج. كنشكر ايضا سميحه اللي رافقتنا اليوم في استقبال مكالماتكم. كنشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.